ماتش القادم هنفتقد فيه علي معلول، واحد من اهم الاوراق والمفاتيح المهمه جدا للنادي الاهلي خلال سنوات طويله جدا جدا. طبعا الف سلامه لعلي معلول، ولكن هنفتقد مفتاح مهم من مفاتيح النادي الاهلي. اكيد ما فيش شك، دايما لما بنتكلم على علي معلول طبعا الف سلامه عليه وربنا يرجعه بالسلامه. اصابه تكاد تكون قويه جدا، اكيد هتاثر معنويا قبل ما تكون فنيا حتى على زمايله اللعيبه، عارف لان ان هم انا شايف ان هي العكس، يعني معنويا بشكل ايجابي، بمعنى ان كل اللاعبين، انا شايف مودست النهارده وشايف ان اللعيبه كلها كانت معايا النهارده في المستشفى وزاروه وعملوه، لانه هتفرق مع اللعيب ان انت، لانه علي من كباتن ونجوم الفريق، فهتبقى اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه عشان خاطر جمهورهم اولا وناديهم، ثم عشان خاطر علي معلول. اعتقد يا كابتن مع ان علي لعيب كبير في الفرقه معتمدين عليه بشكل كبير جدا، وده كان كلام محمد الشناوي حتى كان في المؤتمر الصحفي لما سالوه صحيح. على علي معلول فيما قبل المباراه هناك الذهاب. علي من كباتن النادي الاهلي، علي بقى له 8 سنين في النادي الاهلي، تواجد علي معلول او وجوده داخل اوضه اللبس تحس ان علي ابن من ابناء النادي الاهلي. عشان كده اعتقد ان ان شاء الله تبقى البطوله أكبر مكافأة لعلي إن هم يعلوا من روحه المعنوية، وده أكيد بحكم الخبرات الواحد عاشها داخل النادي الأهلي هيبقى الكلام كده داخل أوضة اللبس إن هم يقدروا يحققوا البطولة مكافأة لعلي وحرصه إن هو ما كانش موجود لكن معاهم بروحه. أتمنى إن علي في أقرب وقت يرجع مفتاح لعب فنيا من أهم مفاتيح اللعب، مش هنقول في النادي الأهلي بس بل في أفريقيا. أعتقد فنيا ممكن الأهلي او مستر كولر يكون خسر مفتاح لعبه مهم، لكن اكيد الراجل محضر بديل مناسب ان شاء الله يطلع بالمباراه لبر الامان ان شاء الله.